مرحبا، نحن هنا اليوم بساحة التدريب الخارجي لسباير زون حتى نقدم لكم بعض النصائح الخاصة بمعداتنا الرياضية الموجودة بالهواء الطلق. أنا عزيزة بن سعد، مدربة الصحة والرياضة بسباير أكتر. نحن الآن أمام جهاز الدفع والشد للذراعين. يمكن استخدام هذا الجهاز لإحماء المنطقة العليا للجسم أو استخدامه كتمرين لحرق الدهون. هذا الجهاز يستعمل للعضلات الجزء العلوي من الجسم وفي نفس الوقت عضلة المعدة. كيفية استخدام هذا الجهاز سهلة جدا. وضع الرجل إلى الأمام ورجع الرجل الثانية إلى الأسفل. امسك المقبض من الأسفل بهذه الطريقة ودفعه. الآن محاولة دفع اليد إلى الأعلى وسحب اليد الثانية إلى الأسفل بهذه الطريقة. محاولة إعادته مرة ثانية بتناسق. الآن يمكن أن تسرع إذا أردت أن يكون التمرين لمدة 5 دقائق سريعة، وهذا يفيدنا للحرق. أو أنك تستعمل هذا الجهاز كما قلنا من خلال مجموعات، كل مجموعة بعدد متكرر. مثلاً المجموعة الأولى تكون من 8 إلى 12 متتالية، التوقف لمدة دقيقة للتنفس وإعادة المجموعة الثانية. لسلامتكم احرصوا على إبقاء اليدين على المقابض السفلى طوال وقت التمرين. احرصوا أيضاً على عدم المبالغة في مد مفاصل الكوعين. للاستفادة من هذا الجهاز لابد من القيام بالتمارين التالية، إما الإحماء والذي هو يكون لمدة 5 دقائق أو استعماله كجهاز لمجموعات من المجموعة إلى مجموعتين بمعدل 8 إلى 12 مرة كتكرار، ولكن لا ننسى الاستراحة التي هي لمدة دقيقة. نصيحتنا التالية لكم أن تخففوا السرعة بشكل تدريجي مع التأكد من عدم تأرجح المقبض خارج السيطرة عند إفلاته بشكل قد يسبب الإصابة أو الجروح. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو وحصلتم على الأفضل لتمرينكم. لكم جزيل الشكر لمشاهدتنا. أنا عزيزة بن سعد، مدربة الرياضة والصحة في أسباير أكتيف، البرنامج الخاص بأكاديمية أسباير وعضو منظم في أسباير زون. نتمنى أن نراكم قريباً. من فضلكم تأكدوا من مشاهدتكم لفيديوهاتنا الأخرى، كما لا تنسوا شرب الماء خلال التمارين.